اهلا وسهلا بيه حضراتكم. الان تحط طائره الشارع المصري هناك في مطار القاهره، حيث الشارع المصري من داخل مصر طفنا معكم في غزه وفي لبنان، والان جاء وقتنا ان نذهب معا الى مصر. اليوم حضراتكم طبعا دكتور ايمن نور اليوم كان هناك له تغريده توت فيها وكتب فيها ايضا عن ما حدث مع هشام قاسم، يعني في منعه من السفر، وكان طبعا بيستعد للسفر للعاصمة البوسنية سراييفو. هناك طبعا مؤتمر فكري وعربي كبير لصياغة وثيقة عربية عن الديمقراطية بعد سقوط النموذج الغربي. ولكن طبعا بيقول بلغني بأسف شديد أن إحدى الجهات الأمنية المصرية منعت عدد من الزملاء من السفر في مقدمتهم الصديق العزيز والناشر والسياسي المصري هشام قاسم ودون أي سند قانوني، خاصة وأن هؤلاء الزملاء شاركوا سابقا في العديد من المؤتمرات الدولية وحتى الأيام القليلة الماضية. فليكن هذا أول بلاغ مني للسيد عباس كامل مستشار رئيس الجمهورية وبصفتي الجديدة المنسق للجهات الأمنية لوقف هذه الأمور غير المبررة والتي تسيء لصورة مصر دون أي مصلحة لأحد أو ضرر. أيضا أحمد النهاردة طبعا غدا إن شاء الله تنعقد أولى جلسات هذا المؤتمر العربي الكبير في سراييفو، ولكن كانت طبعا هذه البداية. طبعا ضيوف من كل العالم حضروا الان الليله دي الى المؤتمر، وكلهم بكره حضروا الا ضيوفنا من مصر، اللي جاي من مصر تم ايقافه وتم منعه من السفر. يمكن ده يا جماعه المؤتمر زي ما قلنا هو مؤتمر العهد الديمقراطي العربي. منع هشام قاسم من الذهاب، وبعد ان كتب الدكتور ايمن نور تحدث ايضا هشام قاسم وقال ان هو تم ايقافه بشكل غريب جدا، وبرغم ان المؤتمر يعني الناس بتروحوا، ايه المشكله المؤتمر يعني ايه المشكله يعني؟ قال لك ختم لاغي من امن المطار على جواز السفر الخاص بيه، وكتب تويته وشرح فيها اللي حصل بالظبط الاستاذ هشام قاسم، وكمان مرفق الصوره بعديها بعد هذه التويته وهذه التغريده في صوره مكتوب فيها على الختم لاغي بالاحمر، يعني الصوره بقى اللي بعد التويته دي على طول يعني مكتوب فيها ان الختم مكتوب عليه لاغي ومنع الرجل من السفر. طيب احمد، ايضا طبعا حضراتكم زميل عماد البحيري كان استضاف الاستاذ هشام قاسم من القاهره، وكان هناك مداخله اوضح فيها ايضا بالتفاصيل هذا ما تم. انما عودا احمد الى هذا المؤتمر الذي منع منه الاستاذ هشام قاسم وايضا الضيوف من مصر، هذا المؤتمر مؤتمر العهد الديمقراطي العربي والذي سيعقد غدا ان شاء الله في العاصمه البوسنيه سراييفو. طبعا الدكتور ايمن نور والمجلس العربي يعني منظمين هذا الموضوع، والامر طبعا كله بيدور حضراتكم عن القضيه الاساسيه والرئيسيه الان وهي الديمقراطيه في عالمنا العربي في هذا الوقت.